شهدت محافظة ذي قار أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى فعالية اختيار أرقام المرشحين والذين جاءوا موزعين على 5 دوائر انتخابية. جرت هذا اليوم القرعة الخاصة بمرشحي مجلس النواب العراقي لمحافظة ذي قار. عدد المرشحين المصادق عليهم هو 136 مرشح يتنافسون على 5 دوائر انتخابية. جرت هذا اليوم القرعة الساعة 10 صباحا، وابتدأت بحضور ملفت النظر من قبل المرشحين والوكلاء للأحزاب السياسية والائتلافات، وكذلك منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقنوات الفضائية والشخصيات البارزة المدعوة في المجتمع ذي قار. بسم الله الرحمن الرحيم. أجريت اليوم على قاعة المؤتمرات في جامعة ذي قار القرعة الخاصة بأرقام المرشحين محافظة ذي قار. هذه القرعة أجريت بمنتهى الشفافية، الأخوان في محافظة حقوق الإنسان وبمراقبة منظمات المجتمع المدني وهيئات الإعلامية، بعض ممثلين كيانات سياسية، يعني أجريت بمنتهى الشفافية بمنتهى الوضوح. جهود راقية بعثت رسالة اطمئنان أنه هذه العملية عملية انتخابية، يعني منذ انطلاقاتها ومنذ يعني هذه الفعالية الأولى هي فعالية نتمنى يعني عن الباقي الفعاليات تتسم بالشفافية وتتسم بالوضوح، وهي بتترك رسالة عظيمة للشارع في ذي قار أنه هذه الإجراءات هي إجراءات ضمن القوانين والتشريعات العراقية، وهي رسالة اطمئنان أنه العملية الانتخابية راح تجري في بما يحقق مطالب الشارع العراقي والمشرع العراقي بإتمام عملية انتخابية شفافة ضمن الدساتير والموافقة.